في المستهل ووفقا لمصادر خاصة لبرنامج الملعب، فإن الاتحاد العربي سيعلن عن نسخة جديدة من كأس العرب ستنطلق في يونيو القادم. النسخة الجديدة التي سيعلن عنها ستكون للمنتخبات على غرار ما كان قد جرى في الصيف الماضي، وستكون في مدينة دبي وفقا للأنباء الأولية. هذا وكانت الشركة التي تولت مهام التنظيم ربما حدث بينها وبين اللجنة المنظمة خلاف، أودى إلى أن تكون نسخة جديدة لكأس العرب مرة أخرى في أقل من عام على النسخة الماضية. محمد، هذه الأنباء تقول أن كأس العرب ستكون نسخة جديدة للمنتخبات في يونيو القادم. يعني طبعا بقدر فرحتنا في تواجد كأس العرب وعودتها للمرة من مرة جديدة، بقدر ما يثقل يمكن رزنامة البطولات سواء المحلية أو العربية حقيقة. تعرف الآن المنتخبات والأندية مثقلة بكثير من البطولات، لو لاحظت الأندية السعودية تشارك في البطولات 8 فرق أو 9 فرق في البطولات القارية والإقليمية والدولية. نرجع في المنتخب الآن، المنتخب يشارك في بطولة غرب آسيا، أتت على الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه أنا أتوقع أنها يعني بتزيد من هموم والاتحاد سواء السعودي أو الاتحادات الأخرى المشاركة. لكن بشكل عام، هل بالإمكان أن توضع في وقت جيد سواء للجمهور؟ لأن يونيو تعرف وقت أيضا غير مناسب يمكن في الدول الخليج يعني بشكل عام، لأن فترة إجازة قد تكون زائد. هل بيكون هناك مشاركات في المنتخبات؟ يمكن اختيار دبي لهذا الغرض قد يكون، لكن بصراحة وقت أيضا هذا الوقت غير جيد أيضا في دول الخليج، يعني من الظروف المناخية نتكلم. لكن نتمنى ذلك. ما هي قيمة العام الماضي في جدة والطائف؟ تعرف أبو خالد، يعني البطولات مع تزايدها أنا أعتقد أنها الأداء الفني ما يكون بتلك الصورة بصراحة، خصوصا بعض المنتخبات. ومن الآن أنا أتوقع أن لا تشارك بالفرق الأساسية، وهذه أيضا بتزيد من إشكالية، لأن البطولات العربية والاتحاد العربي يعني لن يضغط على تلك الاتحادات بإشراك المنتخبات الأولى، خصوصا بعض المنتخبات التي تبدأ في التأهل إما لكأس العالم أو تصفيات كأس آسيا. نسأل الرجل الفني معنا سلطان، حتى وأنا قيمت في فترة يمكن في شهر 6 تقريبا. نعم. تعتقد أنها غير مناسبة؟ والله غير حتى مناسبة. بعد نهاية المواسم الرياضية أو الموسم نعم. الرياضي يعني لدينا مثلا؟ يعني المشكلة أن البطولات العربية أحيانا اختيارات المواعيد والاستحداث البطولة يأتي بدون أي رؤية. يعني الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني أعلن أنه بعد 2 سنين وش بيسوون، أنه يعني قرار اليوم يطبخ بكرة يطلع ويقول والله استحدث البطولة. يا أخي لازم نراعي الجمهور العربي، نراعي الناس اللي تعمل في هالمجال. يعني كل يوم بطولة وبعد بطولة ورا بطولة، يمكن أنها تسويقية أو استثمارية يمكن معك. أنت تتفق معها لو كانت استثمارية أو تسويقية؟ حتى ولو يعني في هناك لاعبين استهلكوا زيادة على اللزوم، ومطلوب برضو من السعودية لازم تشارك، مراعاة أنها رئيس الاتحاد العربي الأمير نواف بن فيصل، ويمكن في ضغوط على المنتخبات، ضغوط على الأندية، ضغوط على اللاعبين. يجب نراعي هالأشياء هذه كلها، نبغى نظهر نقول ليه. انا اتمنى انهم اول شيء يبحثون كيف نطور المدرب العربي، الاداري العربي، اللاعب العربي، الحكم العربي. ما هي نبحث عن مجرد اليوم اليوم بطولة، اليوم امر، اليوم قرار، وبكره امر ان نشارك في بطوله او استحداث بطوله. يفترض ان لابد ان عند استحداث اي بطوله تكون بعنايه. انا اتمنى البطولات نهتم فيها اللي هي للنشأ. على فكرة أبو خالد إذا سمحت لي، يعني كأس العرب يمكن البطولة الوحيدة أو من البطولات القلائل اللي تلاحظ تواجدها أو مشاركاتها غير منتظمة، بمعنى أنه تشارك يمكن خلال 5-6 سنوات ثم تنقطع 3-4 سنوات ثم تعود. هذه إشكالية، دليل يؤكد كلام الكابتن سلطان أنه ما في رؤية واضحة أو في اتفاق بين جميع الاتحادات على تواجد هذه البطولة وفي هذا الوقت ومن يشارك فيها، سواء المنتخبات الأساسية أو المنتخبات الرديفة.